اليوم قبل ما نبدا صح في تقديم الحزب والهيئه التاسيسيه للحزب وبرنامج للحزب وعلاقته زاد برئاسه الجمهوريه. حزب شبابي متكون مجموعه من الشباب الناشط خاصه في المجتمع المدني وشباب كيف شارك في الحمله التسجيليه في مشروع قيس سعيد، وانتهى البرنامج هذاك وقت وصل قيس سعيد الى الدور الثاني لان الدور الثاني اصبح مشروع وطني بامتياز. اليوم قرروا الهيئه هذه تشبه غمار الحياه السياسيه تكوين حزب شاركوا في تغيير المشهد السياسي لان علاقتنا برئاسه الجمهوريه وضحناها اليوم في النبذه الصحفيه لا علاقه لنا برئاسه الجمهوريه لا من قريب ولا من بعيد.